بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخدنا الجينريك بروبلم وشفنا إيه المشكلة اللي إحنا عايزين نحلها. تعالى نعمل نفس المثال اللي إحنا أخدناه في البروبلم ونشوف بقى إزاي الجينريك هيحله لنا. عملت باكج اسمها جينريك إكزامبل 2 بقى عشان هستخدم نفس المسميات ونفس كل شيء. وعملت الكلاس اللي اسمه إمب. قمت عامل قوسين اللي هما بتوع أكبر من وأصغر من، وعملت تي. التي هنا معناها أي تايب. خلاص يبقى اول حاجه خدنا بالنا من نقطه القوسين دول والتي دي اي تايب. وجيت السالري اكتب انت دبل، لا ولا انت ولا دبل، انا هعمل ايه؟ هقوم عامل تي، يعني السالري من نفس التايب بتاع الاب. يبقى كده انا حددت النوع هيبقى تي. تي دي بالنسبه لي هتتحدد مره وهشتغل السيستم بتاعي كله على التي. فعملت فار سالري، والسالري دوت او ناخد كابي كده بيست من هنا عشان نكتب بقى كتير. هو نفس الفكرة، ونشوف نغيره ازاي. بدل ما اكتبه من الاول، تعال نشوف احنا هنغير فيه ايه بحيث يبقى ماشي معانا جينريك. هعمل بس اول حاجة الباكج عملناها، وقلت ايه بقى بدل امب اول حاجة كتبت كوسين وحرف التي. خلاص عرفنا ان كلاس التي كلاس الامب هيشتغل على تي. السالري التي وفاريبل السالري بدل انت، لا اخليه برضو تي. خلاص بيساوي سالري وكل حاجة زي ما هي، ما تلعبش في اي حاجة تانية. خلاص هي التي دي بس السحرية دي. طب هاجي اعمل ايه هنا بقى؟ وانا هنا وانا بقول ان السالري نوعها امب، لا هعمل امب واحدد النوع. النوع انت، اكتب انت بس. خلاص كده عرف ان الامب اللي دوت ان هو يشتغل على تيمب على تي. التي بالنسبة له انت، فيبقى كل حاجة انت، والسالري انت، والبتاع انت، وكل حاجة تمام. فقلت بيساوي الامب انت، وبعت له 700. ايه؟ بيساوي بالظبط، بيساوي هنا عندي ايه؟ امب بس سبيس، بس يعني حته غبيه شويه معلش. ماشي، على العموم تعالوا بقى نعمل الكود اللي كان قديم اللي كان تحت بتاع الدبل. ايه اللي هتعمله بقى سيادتك؟ انا بس هحدد الامب ده من النوع ايه. هقوم جاي فاتح المره دي، طبعا ممكن ما اعرفوش من هنا، ممكن ما احددش نوعه. انا نادي على طول عشان اوريك بس شكلها، حد يفتكر ان هي لازم احدد النوع؟ لا، هي زي الكتله العادي، بس الفرق وانت بتحدد النوع لان تقول ده دبل. خلاص عايز تحط كولون وتقول ام بدبل، ما فيش مشكله. عايز تشيلها ما فيش مشكله. خلاص وبعت دبل، مش هيطلع معاك كومبايلر ايرور المره دي. طب عايز تعمل فلوت بنفس الطريقه يا باشا، اعمل بس القوسين واكتب فلوت وابعت القيمه فلوت او غيره او غيره او غيره. بالطريقه دي كده الكلاس عملته مره واحده وحددت ان نوعه جينيريك ومستعد يستقبل، بس انت بتحدد نوعه وانت بتبعت، وبعد كده الكود كله بيشتغل على حسب النوع اللي البيانات اللي انت ايه اللي انت وعدته. دي اهميه مين الجينريك، وطبعا ليها اهميه كبيره جدا مع الكوليكشنز، وليها اهميه تانية مع حاجات كتير. لو عملت سالري سترنج حتى مش هيقول لك لا، مش هيقول لك لا، والله مش هيقول لك لا حتى، عادي. ما نفس الفكره، عملت سالري سترنج وقمت معرف نوع سترنج، وقمت حاطط الرقم اللي هو اللي انا عايز ابعته، وكتبته ايه، شيل بس العلامه اللي هي الفيرتيكال دي، وعملت 7500 كده بس سترنج عادي جدا، واعمل رن مفيش اي مشكله. الكود بتاعي هيشتغل عادي، سواء كان انت كان دبل كان سترنج كان غيره. الدنيا معايا ماشيه ما فيهاش اي مشكله ان شاء الله بموضوع الجينريك، وان انا هخلي النوع التايب مفتوح.